مرحبا أستاذ، أهلا أهلا ست، كيف حالك؟ الله يسعدك. أهلا وسهلا فيك. الله يسلم. اليوم مش عارف الصوت بيقطع من عندكم، من عندي واضح الصوت؟ من عندك واضح جدا. لا، من عندكم بقطع الصوت. والله الله نشوف كيف. طبعا يا شباب، خلينا كمان نرحب بالمهندسه عبله ابو فرحه والاستاذ عبد الله عبادي من قسم الاشراف من قسم التقنيات في التربيه في مديريه التربيه جنين، وشكرا لتواجدكم معنا اليوم. صوت هذا واضح لما حكى الشاب، واضح، بس من عندك انت ما كانش واضح، مش عارف ليش. كمان خلينا نرحب كمان بالست سلام الطاهر مدير التربية جنين، أهلا وسهلا فيها وعلى تواجدها معنا ومتابعة العملية التعليمية، لأنهم دائما بيسعوا عشان يطوروا دائما التعليم عن بعد في ظل الجائحة اللي بنمر فيها يا شباب. بالتالي قدر الإمكان بدنا نحاول نطلع في أفضل شيء موجود لصالحكم إن شاء الله، عشان نطلع في أفضل النتائج إن شاء الله. إن شاء الله بنفرح بتفوقكم وبتكون العملية واضحة لكم. خلينا نبلش في درسنا. بالتالي درسنا اليوم عنوانه الاقترانات المتزايده والمتناقصه. خلينا شوي نفهم شو يعني اقترانات متزايده ومتناقصه. ايش يعني اقترانات؟ ايش يعني متزايده؟ ايش يعني متناقصه؟ نرجع شوي للصف التاسع. في الصف التاسع يا شباب، اول ما بلشنا نحكي عن الاقترانات، وكان نقول تعريف الاقتران هو علاقه تربط بين مجموعتين، مجموعة سميناها مجال ومجموعة سميناها مدى، طبعا مع بقية التعريف بحيث لكل عنصر في المجال صورة واحدة فقط في المجال المقابل. المجموعة الأولى اللي هي المجال بقينا نسميها السيناء، والمجموعة الثانية اللي هي المدى اللي هي بقينا نسميها الصادات. بالتالي الاقتران هذا قاف السين، أنا قادر إني أكتبه صاد يساوي قاف السين. السين هاي متغير مستقل انت بتتحكم فيها. انا بقول لك السين 2، السين 3، السين 4. القاف مجرد اسم للاقتران، كيف اسمك محمد، اسمك محمود، اسمك حارث. بالتالي انا ما بهمني اسمك قد ما بهمني جوهرك، الاسم بس مجرد عشان اعرف شو انادي عليك. السين متغير مستقل، الصاد اسمه متغير تابع. ليش متغير تابع؟ لأنه يتبع تغير سين. معناته اللي بيتغير في الأول دائما مش الصادات، مش الاقتران بحد ذاته هو اللي بيتغير أولا. أول شيء بيتغير معاي وهو السينات. كيف يعني بتتغير؟ بتغير يعني بيكون في قيمة قديمة وقيمة جديدة. خلينا مثلا نسمي القيمة الجديدة 2 والقيمة القديمة 1. اي الاقتران بتغير اما بيزيد او بنقص. احنا دائما بدنا ناخذ السين تزيد ونشوف لما صاد تتبعها بالتغير رايحه تزيد ولا تنقص. فيعني لما اقول سين تزيد يعني سين الجديد اكبر من سين القديم. وعلى خط الاعداد لما اقول السينات زادت يعني انا بتجه نحو اليمين، لانه دائما كل ما امشي لليمين القيمه بتكبر. طيب بالنسبه لنا خلينا نيجي على الاقتران ونشوف لو مشينا على اليمين، هذا الاقتران وانا بدي امشي فيه على اليمين، كل ما بالها صاد يعني الاقتران بيطلع لفوق ولا بينزل لتحت؟ بتقول لي كل ما هيك تحركت لليمين اصبعك بيطلع لفوق، يعني الصادات بتزيد، بمعنى اصح الاقتران بيزيد، يعني كاني بقول القيمه الجديده للاقتران طلعت اكبر من القيمه القديمه للاقتران. عشان هيك زادت سين تلقائيا زاد الاقتران، بسميه هاي جزئية لحالها، بس اللي حطيت عليها لون ازرق بسميه متزايد. طيب خلينا نكمل على نفس الرسمة، انا بدي ازيد سين،
يعني بدي أتحرك لليمين. كل ما ذلك كل ما أتحرك لليمين المرة الاضطران قاعد بنزل. أستاذ خالد. تفضل ست عبلة. ست سلام معك. تفضل ست سلام حياك. اهلا بك الله يسعدك. قبل ما تكمل الموضوع اول شيء بدنا نرحب بالدكتور الاستاذ الدكتور علي ابو زهري رئيس جامعه العربيه الامريكيه لتواجده معنا، يعني منحييه على هاي اللفت الكريمه اللي هو برضه شركاء معنا في العمليه التعليميه كاكاديميين وباحثين بهمهم جدا يعرفوا قديش الجهود المبذوله اللي بتقوموا فيها كمعلمين في مدارسنا حتى نوصل لبيوت طلابنا وما نوقف عاجزين امام الجائحه امام كورونا ان هي تمنعنا عن تعليم ابنائنا. فبالتالي يعني احنا يعني منحيي جهودكم كمعلمين وقديه انتم بتبذلوا جهد عظيم للوصول لطلابنا. كمان من نحيي ونشكر أهلنا الكرام اللي هيئوا الأجواء لطلابنا الأعزاء وهم ببيوتهم اللي هيقوا لهم الجو الملائم إنهم يحضروا حصصهم وكمان يوفروا التقنية الملائمة إنهم يقدروا يوصلوا إليك كمان ويتابعوا معاك في الحصة. أنت وجميع معلمينا كل احترام لكم، كل احترام لتواجد دكتور أخونا الدكتور زميلنا وصديقنا الأستاذ الدكتور علي أبو زهري لتواجده معنا. ما بعرف إذا برضو نحب نسمع كلمة منه على اللي بسمعه عن مدارسنا وكيف هي كمان يعني قادر توصل لبيوت طلابنا وتعطيهم دروسهم رغم الجائحة. ما وقفنا مكتوفين الأيدي دكتور إلا إحنا حاولنا بكل الجهود إن نوصل لطلابنا حتى في بيوتهم ونعطيهم أقصى ما في وسعنا نعطيهم على أساس إنه ما يضيع عليهم حصصهم. وأتوقع إنه إحنا انتبهنا لشغلة مهمة جدا دكتور، إنه إحنا التعليم عن بعد والتقنيات هاي ما كنا ندركها إحنا كتربية وتعليم صراحة وما كنا جاهزين، لكن بظل ظروف اللي انفرضت علينا قدرنا نخرج بآليات جديدة وطرائق تدريس جديدة علينا. لكن الحمد لله رب العالمين دربنا معلمينا دربنا طلابنا دخلنا وعطينا عن بعد، وهذا الإشي أكيد راح يضل موجود معانا حتى لو رجعنا للتعليم الوجاهي سيكون جزء من طرائق التدريس لدينا، لأن عن جد اكتشفنا نحن قادرين نوصل لبيوت طلابنا ونعطيهم. الكلمة لك دكتور إذا بتحب تعطينا إشي من وقتك. صوتك دكتور المايك. هيك واضح الصوت. واضح الصوت. يعني بداية أنا بيسعدني أن أكون اليوم مع الطلاب بسمعوني وأشوفهم، وبشكر كل وزارة التربية والتعليم بدءا من الوزير لمدراء المناطق التعليمية للمدرسين للطلاب لأولياء الأمور اللي أتاحوا إلي هذه الفرصة أن ألتقي بهم رغم كل الظروف، ألتقي بهم على الأقل عبر منصات التواصل الاجتماعي. في ظل هذه الظروف اللي بنعيشها كلنا جميعا بسبب جائحة كورونا اللي أثرت في جميع نواحي الحياة ومنها طبعاً الناحية التعليمية، إحنا بدينا في الجامعة العربية الأمريكية بدينا زي ما حكت الأخت سلام إنه وزارة التربية والتعليم بدت بدون أي استعدادات مسبقة لعملية التعلم عن بعد. إحنا في الجامعة برضو بدينا من الصفر تقريباً للتعليم عن بعد، لكن الآن صرنا خبراء في هذه وصار طلابنا كلهم بتعلموا أول مساق في الجامعة حتى للطلبة الجدد اللي هو كيف إنك تتعلم إلكترونيا، كيف تدخل على المودل، كيف تدخل على الزوم، كيف الأساتذة، زائد محاضرات توعية للأساتذة اللي ما كانوش فاميليار أو ما كانوش يعني عندهم استعدادات، فكان هنا دور كبير للجامعة عملته. بالنسبة للتربية والتعليم هناك في ظروف استثنائية موجودة عندكم بسبب جائحة كورونا، فبدت الوزارة بدءا من معالي الوزير الدكتور مروان ومدراء المناطق التعليمية كلهم بينهم يوفروا الإمكانيات لحتى الأساتذة والطلاب وأولياء الأمور برضو، فهذه كلها يعني هي عملية متكاملة بين أولياء الأمور والطلاب والمدرسين ومدراء التربية والوزير. فأنا بوجه تحياتي لأسرة التربية والتعليم وبما فيهم المعلمين وأولياء أمور الطلاب
اللي صراحة ترفع لهم القبعات إنهم أتاحوا لأبنائهم إنهم في البيوت إنهم يتعلموا من بعض. كمان في جزء آخر كان إحنا متعاونين مع وزارة التربية والتعليم من خلال مؤسسة بسموها اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، كان في تعاون وثيق مع الوزارة من أجل نشر مبادرات التعليم اللي كانت فلسطين بتعملها على منصة اليونسكو ومنصة اللي هي المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم، اللي أنتوا وأساتذتكم أصحاب هذه المبادرة. يعني المبادرة الفلسطينية في التعليم عن بعد الآن تدرس في عدة بلدان عربية عن كيف إنه الفلسطينيين في ظل ظروف الاحتلال والظروف الصعبة جداً إنهم قدروا يمشوا في التعليم عن بعد بكفاءة منقطعة النظير، وأخذوا جوائز، والمبادرات تبعتهم وضعت على الصفحة على الويب بيج تبعت اليونسكو. فأنا بحيي كل وزارة التربية والتعليم، بحيي الجميع على هذا المجهود، وإحنا في الجامعة العربية الأمريكية بالعكس، يعني إحنا تربطنا علاقات مش بس مع الوزارة ولا مدراء التربية، إحنا لأنه التدريس في الجامعات يا أبنائي هو بتكون من ثلاث حاجات: التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. إحنا بنعتبر خدمة المجتمع هو خدمة المؤسسات المجتمع الأهلي، إن كان أهلي أو حكومي، اللي موجودين في نفس المحافظة. هذه أحد مهمات أي جامعة في أي محافظة، هي خدمة المجتمع المحلي. فإحنا يا أخت سلام، أي شيء أنتم بتردوه من أساتذة الجامعة العربية الأمريكية، عندنا وحدة الآن اسمها وحدة التعليم الإلكتروني، هذه وحدة اشترينا برامج واشترينا مودلز واشترينا خادمات وسيرفرات وإشي لهذه الوحدة. فإحنا مستعدين لتدريب طلاب، تدريب أساتذة في هذه الوحدة في داخل الجامعة، حتى إنه يكونوا، لأن إحنا مش عارفين إمتى كورونا بتخلص صراحة. ممكن الفصل الجاي نبدأ، هاي بيقولوا يمكن التمديد. طبعا في طلاب حينبسطوا كتير إنه التعليم عن بعد أسهل لهم ما يجوا على المدرس ويروحوا، زي برضو طلاب الجامعات. طلاب الجامعات ما بيصدقوا إنه التعليم يصير عن بعد. فإحنا بنحييكم مرة أخرى، بنحيي وزارة التربية، بنحيي مديرة التربية في جنين اللي أتاحت إلى هذه الفرصة إن أنا ألتقي فيكم. إحنا بس التزموا دائما بتعليمات الوقاية والسلامة في بيوتكم، في مدارسكم، في شوارعكم، في الأسواق، في كل مكان، وبنتمنى للجميع الصحة والسلامة. شكرا لكم. شكرا لك دكتور. الله يخليك. يعني احنا كمان كجامعة كمان انكم اتحتوا لنا الفرصة لتسجيل الحصص عندكم، فتحتوا لنا مختبراتكم كمان لتسجيل الحصص عندكم في نفس الجامعة. احنا جاهزين لأي تعاون، احنا جاهزين 100%. شكرا لكم. نلقاكم على كملوا حصتكم ان شاء الله. شكرا. شكرا. شكرا للست سلام، وشكرا للدكتور علي، وكمان مرة بنحييكم وبنحيي جميع العاملين في المؤسسات التعليمية على مواصلتهم على نحو التقدم لأفضل طريقة ممكنة لخدمتكم إن شاء الله. إن كان من إحنا حكينا إيش يعني اقتران متزايد، قلنا يعني لو زادت سين تلقائيا الاقتران راح يزيد. ونكمل وقلت هون أنا لو أمشي لقدام اليمين لليمين يعني بزيد بسين، إيدي كل ما بالها بتنزل لتحت، بتنزل لتحت يعني الصادات بتقل، الصادات بتقل يعني الاقتران بقل. الاقتران بقل يعني قاف القديمة راح تكون أصغر من قاف الجديدة، راح تكون أصغر من قاف القديمة، قاف السين 2 أصغر من قاف السين 1، هيك بنصير نسمي الاقتران اقتران متناقص. وآخر جزئية بدنا نحكي عنها اللي هو الاقتران بهاي الجزئية. أنا كل ما أتحرك على اليمين إيدي لا تنزل لفوق، لا تطلع لفوق ولا تنزل لتحت، هذا بنسميه اقتران ثابت. اقتران ثابت يعني قاف السين 2 تساوي قاف السين 1. فبالتالي أنا صار في عندي هون ثلاث حالات: إما الاقتران متزايد أو متناقص أو ثابت. بس مش معقول دائما أروح أرسم رسمة وبناء على الرسمة أصير أقرر، لأنه الرسم مش كل الاقترانات أنا بعرف أرسمها. والشغل الثاني، الرسم مش دقيق،
أنا جيت حكيت لك هون الاقتران متزايد، طب ممتاز الاقتران متزايد، طب وين أوقف؟ أوقف عند هاي النقطة ولا لقدام شوي صغيرة ولا لقدام؟ الرسم مش دقيق، مش كل الاقترانات أنا متمكن من رسمها. عشان هيك مش رايحين نعمل طريقة الرسم، ولا رايحين نحاول نوجد طريقة جديدة عشان نوجد التزايد والتناقص. طيب احنا اتفقنا في عندنا ثلاث جزئيات، أي اقتران إما بيكون متزايد أو بيكون متناقص أو بيكون ثابت. طبعا هذا الحكي اللي حكيناه ملخص لكم هون على شكل تعريف. فأنا في عندي الجزئية الأولى، خلينا ناخذ الرسم الأولى، هاي الرسمة كنا عنها اقتران متزايد، طب شو معناتها وشو دخلها في درسنا وكيف ممكن نشتق هذا الحكي؟ نشتق قاعدة نعرف التزايد والتناقص بدون رسم. إذا بتتذكر إحنا أجت هاي الوحدة بعد وحدة الاشتقاق، وحدة التفاضل. ومن ناحية هندسية بقينا نقول الاشتقاق أو المشتقة هي ميل المماس. وبشكل آخر بقينا نقول مش بس المشتقة هي ميل المماس، وهي ظل الزاوية. طب خليني أجي هون وأجرب أرسم مماس أنا وياك. أي مماس وين ما بدك على هذا الاقتران، هذا الاقتران واضح جدا إنه متزايد. لو أرسم مماس وأجرب أشوف الزاوية تبعت المماس هاي، راح تكون لي هاي الزاوية، خلينا تجاوزا نسميها ها، هاي ها زاوية حادة. وإذا بسألك شو يعني زاوية حادة؟ بتقول لي أكبر من صفر وأقل من 90. يعني بأي ربع؟ بتقول لي يعني تقع في الربع الأول. ممتاز. طب في الربع الأول الظل شو ماله؟ بتقول لي موجب. طب مش الظل هو نفسه نفس المشتقة؟ بتقول لي صحيح. بدل ما أظل أقول الظل موجب، بصير أقول أنا هون بالنسبة لإلي قاف فتحة للسين موجبة. إما بحكي المشتقة موجبة أو بقول المشتقة أكبر من صفر، نفس المعنى. بالتالي أنا ما في داعي أصير أرسم الاقتران عشان أشوفه متزايد. أول ما أوجد المشتقة ولاقي المشتقة أكبر من صفر يعني موجبة، بصير أحكم على الاقتران إنه اقتران متزايد. تمام، هذا هيك التزايد. طب نشوف التناقص شو معناته. هاي الرسم يعني الاقتران متناقص. طب خلينا نجرب نرسم مماس نفس الخطوة اللي عملناها قبل هيك. بتقول لي ارسم أي مماس أو جميع المماسات دائما راح تعطيني زاوية. هاي الزاوية حادة. خلينا نسميها يا ناس نسميها ها زي قبل شوي. هاي زاوية حادة. طب هاي زاوية منفرجة، عفوا للأسف. زاوية منفرجة. طب الزاوية المنفرجة شو قياسها يا شباب؟ بتقول لي أكثر من 90 وأقل من 180. يعني بأي ربع؟ بتقول لي يعني في الربع الثاني. طب والزاوية اللي بالربع الثاني ظلها بيكون سالب ولا موجب؟ بتقول لي ماني أنا حافظ كل جيب، معناته في الربع الثاني الجيب لحاله موجب، يعني الظل بتقول لي سالب. طب وإذا الظل سالب معناته المشتقة سالبة. المشتقة سالبة يعني المشتقة أصغر من صفر. أول ما أصير أشوف مشتقة سالبة أو مشتقة أصغر من صفر، تلقائياً بصير أقول أنا الاقتران متناقص. بالتالي أنا صار عندي بدل ما أروح أشوف التزايد والتناقص، بروح أشوف قاف فتحة وين ده موجبي وين ده سالبي. طب بيجي واحد بيقول لي طب بلكن ولا موجبي ولا سالبي. اذا لا موجبي ولا سالبي معناته اكيد هاي المشتقه اللي انت بتخرج عنها صفر، وبيكون الرسم زي هيك اقتران ثابت. لما المشتقه صفر يعني المماس شو ماله؟ افقي. المماس افقي هاي الاقتران، لما ارسم له مماس راح يكون معي مماس افقي، عشان هيك المشتقه صفر. اذا المشتقه صفر بصير معي الاقتران ثابت، لا هو متزايد ولا هو متناقص. بالتالي احنا هون بالنسبه لنا يا شباب بدل ما صرنا نروح نشوف التزايد والتناقص من خلال الرسم، صرنا نروح نشوف وين الاقتران مشتقته موجبه وين مشتقته سالبه. شو يعني اقتران موجب واقتران سالب؟ اذا بتذكر في الصف العاشر يعني دراسه اشاره الاقتران،
بس مين انا هون قلت؟ مش الاقتران نفسه، قلت كافتها يعني المشتقه. معناته بدل ما اروح اشوف اذا التناقص بدرس اشاره المشتقه، معناته اول شيء لازم اوجد المشتقه. طب ما بظبط اروح اوجد المشتقه مباشره، لازم في خطوه دائما قبل ما اروح اوجد المشتقه. انا لما شرحت لكم درس الاشتقاق شبهت لك الاتصال في طالب التوجيه والاشتقاق في طالب الجامعه، بقيت اقول لك دائما اي طالب قبل ما يروح على الجامعه لازم ينجح توجيهي، اذا ما نجحش توجيهي مستحيل يروح على الجامعه. وانا هون قبل ما اروح اشوف المشتقه لازم تلقائيا ابحث في الاتصال. إذا كان متصل بوجد المشتقة. بوجد المشتقة إذا كان متصل. متأسف بعد ما يكون في خلل الجهاز. بعد ما نوجد المشتقة بدنا نروح ندرس إشارة المشتقة. طب أنا كيف بدرس إشارة المشتقة؟ أي اقتران بدرس إشارته أول شيء بخليه يساوي صفر، وبروح بدرس الإشارة. بس مش بس بعين الإشارة عليها الإقترانات اللي بتخلي أو القيم اللي بتخلي كاف فتحة للسين تساوي صفر، وبعين وين تقع فتحة للسين غير موجودة. لما راح أدرس الإشارة راح يطلع معاكي مناطق فيها المشتقة موجودة، وفي مناطق ثانية راح يطلع معاي المشتقة سالبة. في المناطق الموجبة بسميه الإقتران متزايد وبحط هاي الإشارة. انتبه، ببلش من اليسار لليمين وبحط سهم طالع لفوق، وفي المناطق السالبة بروح بحط الإشارة من برضه اليسار لليمين والسهم نازل لتحت. ممتاز، أنا هدول الخطوات ملخص لك إياهم عشان دائما في أي مثال بدي أروح أبحث فيه بزايد وتناقص تمشي فيهن هاي الخطوات معنا. نرجع نعيدهم على السريع. نبحث في الاتصال، نجد المشتقة ونجعل المشتقة تساوي صفر، تطلع معادلة. هاي المعادلة بنروح بنحلها وبنروح نشوف وين الاقتران برضو غير موجود مشتقته. بنروح على خط الأعداد بنحط القيم اللي بتخلي قاف فتحة للسين تساوي صفر، والقيم اللي بتخلي قاف فتحة للسين غير موجودة. ما انساش في القيم الغير موجودة غالبا اللي بتنسوهن أطراف الفترة. إذا كان في معاي فترة أكيد أطراف الفترة في قاعدة في الدرس الثاني تقول المشتقة عند أطراف الفترات غير موجودة. وشو بعين برضو؟ بعين مثلا أصفار المقام، برضو دائما عند أصفار المقام ما في عندي مشتقة، وبروح أشوف وين المشتقة موجبة وسالبة. مسالب يعني متناقص، موجب يعني متزايد. خلينا نطبق كل الخطوات اللي تخرجتها انا وياكم على مثال بسيط. المثال اللي بين ايدينا اعطاني اقتران. الاقتران اللي معانا قاف السين يساوي 6 سين تربيع ناقص سين كوب 3. دائما بالاول نبحث في الاتصال، في بعض الاقترانات احنا حافظين انها متصله من صف 11. مثلا الاقتران اللي معانا قال كثير حدود، وكثير الحدود دائما متصل، بس بكتب له قاف السين متصل على مجاله لأنه كثير حدود. الخطوة الثانية اللي بدنا نروح نعملها نروح نوجد المشتقة. خلينا نوجد قاف فتحة للسين. قاف فتحة للسين 6 سين تربيع مشتقتها 12 س، وسين كوب 3 مشتقتها 3 س تربيع. الخطوة اللي بعدها بنخلي قاف فتحة للسين تساوي صفر،
يعني ناقص س ناقص س قوة 3 تساوي 0. ناقص 3 س تربيع تساوي 0. لو طلعنا 3 س عامل مشترك هون بضل عندنا 4 وهون 3 طلعت وس طلعت بضل عندنا كمان س. معناته إما س تساوي 0 أو 4 ناقص س تساوي 0. يعني الس تساوي موجب 4. إحنا طلعنا قيمتين لس بتخلي المشتقة 0. بنروح على خط الأعداد وبندرس إشارة قاف فتحة للس. على خط الأعداد ضروري جدا تحدد لي ثلاث أمور. الشغل هون خط أعداد. الشغلة الأولى اللي بدك تحدد لي إياها تحدك تكتب قيم س. في السؤال اللي معنا ما في عندنا قيم لس غير اللي بتخلي المشتقة صفر، بالعادي بنحط القيم س بتخلي المشتقة صفر والقيم س اللي بتخلي المشتقة غير موجودة بنسميه النقاط حرجة. طب هاي الصفر والأربعة وبدنا ننتبه دائما العدد الصغير على اليسار والكبير على اليمين. طب ليش هذول عيناهن؟ بتقول لي هذول عيناهن لأنهن بخلي المشتقة صفر. طب شو غير هيك نعمل؟ بدنا نشوف إشارة المشتقة. شو الهدف من الإشارة؟ الحكم على سلوك الاقتران بالتزايد والتناقص. شوف السلوك لقاف السين والإشارة من قاف فتحة. طيب دائما أول مشتقة بتطلع معك ارجع لها. وشرط بقول لك اول مشتقه لانه مرات ممكن تحل تبقى ضارب بعدد سالب او مقسم على عدد سالب فوقتها تتغير معك الاشاره. المشتقه معانا هون هذا كثير حدود من الدرجه الثانيه تربيع وكثير حدود من الدرجه الثانيه اشارته بيكون حاطينها على اليمين نفس اشاره معامل س تربيع. هاي س تربيع اشارتها سالب. على اليسار برضه نفس اشاره معامل س تربيع وفي الوسط عكس إشارة معامل س تربيع. طب إذا أنا مش حافظ الإشارات بهذه الطريقة شو أعمل؟ بروح بختار قيمة لس تيجي بهاي المنطقة بهاي الفترة اللي هي مثلا سالب واحد وبعوضها مكان س 12 في سالب واحد اللي هي سالب 12 ناقص 3 في سالب واحد تربيع اللي هي 3 وسالب 12 ناقص 3 يعني سالب 15 يعني العدد سالب معناته المنطقة كلها سالب. وبختار عدد بين 0 وال 4 اللي هو مثلا 1 او 2 او 3 او اي قيمه ثانيه ورقم بعد ال 4 وبجرب عشان احكم. طيب احنا هيك صار معنا الاقتران هون متناقص الاقتران هون متزايد والاقتران هون متناقص. بضل علينا نكتب الفترات نيجي نحكي له اذا قاف السين متزايد على الفترة اللي فيها المشتقة موجبة من 0 ل 4 ولأنها 0 ل 4 ضمن المجال تبعي بنحط عليهم داخلات في الفترة مغلقة ومتناقص على أول فترة من سالب ما لا نهاية إلى صفر، بنتذكر دائما السالب ما لا نهاية ما تدخل في الفترات. والفترة اللي بعدها فاصلة من 4 إلى ما لا نهاية ومش داخل ما لا نهاية بالفترة. معناته أنا إذا دائما إذا في معي اقتران وبدي أشوف التزايد والتناقص له، بروح أشوف إشارة مشتقته هاي نقطة مهمة، مثلا لو كان لي روح شوف تزايد وتناقص قاف فتحة. أنا هون شو بعمل؟ بروح أوجد قاف فتحتين، دائما بشتق الاقتران اللي بده التزايد والتناقص إله. فاللي روح شوف التزايد والتناقص بقاف، بروح أوجد إشارة قاف فتحة. لو بالسؤال فاللي روح يوجد تزايد وتناقص قاف فتحة، بقول له بوجد إشارة قاف فتحتين وهكذا. أي سؤال أو استفسار على المثال الموجود يا شباب، اللي عنده أي سؤال أو استفسار ارفع إيدك خلينا نسمع منك.
إذا في نقطة مش واضحة يا شباب ارفع عيدك قبل ما نذكر على المثال اللي بعده. طيب تمام. معناته خلينا نشوف احنا المثال اللي بعده. في معانا مثال هون. قال لي إذا كان قاف السين يساوي سين في ها قوة سين في واحد ناقص سين. جد مجالات التزايد والتناقص. الخطوة الأولى إحنا عارفينها إنه بدنا نروح نشوف الاتصال. الاقتران الأس الطبيعي دائما متصل والسين لحالها كثير الحدود دائما متصل وبينهم ضرب. وبالصف الأول ثانوي أخذنا ضرب متصلين متصل. فبالتالي نقدر نقول قاف السين متصل لأنه حاصل ضرب متصلين. الاقتران اللي معانا في هون بينهم ضرب حتى لو مش مكتوبين فتبقى عارف. فبالتالي لما نشتقوا نشتقوا على قاعده الضرب. بس ها قوه س في واحد ناقص س لحالها انك تشتقها على قاعده السلسله اللي هي مشتقه الاقتران الاسي اللي هو كله مشتق للقوه في الاقتران نفسه. بس انا هون قادر انه قاف الس أقول له خلينا نوزع هاي السين على القوة ونريح حالنا في الاشتقاق بدل ما يضل في ضرب داخل القوة. فقاف السين شو بصير معانا؟ بصير سين ضرب ها قوة سين في واحد سين سين في سين سين تربيع. وحاليا خلينا نبلش الاشتقاق. قاف فتحة للسين الأول قاعدة الضرب سين في مشتقة الثاني، الثاني اقتران أسي، مشتق القوة السين واحد والسين تربيع اثنين سين في الاقتران نفسه. وظلك متذكر قلت لك دائما لما تشتق وفي عندك أكثر من حد أو لما تضرب في عندك أكثر من حد حطها بين أقواس. هاي الأول في مشتقة الثاني، زائد الثاني ها قوة س ناقص س تربيع في مشتقة الأول مشتقة السين هي واحد. طب هو تعال نطلع ها قوة س ناقص س تربيع عامل مشترك. بصير عندنا ها قوة س ناقص س تربيع 3. هون ضل عندك س في واحد ناقص 2 س. فيش داعي تخليها ضرب، وزع مباشرة السين على الكوس. وسين في واحد يعني سين، وسين في سالب اثنين سين يعني سالب اثنين سين تربيع. وهون لما طلعنا هاك وسين ناقص سين تربيع، ظل عندنا الواحد، هاي تيجي تكون زائد واحد. الخطوة اللي بعدها بدنا نخلي المشتقة صفر. يعني ها قوة س ناقص س تربيع في خلينا نرتب هاي المعادلة نبلش في سالب 2 س تربيع بعدين نكتب السين بالموجب بعدين نكتب الواحد هذه خلينا المشتقة تساوي صفر. إما هذول حاصل ضرب مقدارين يساوي صفر إما المقدار الأول لحاله يساوي صفر وهذا الحكي ها قوة س ناقص س تربيع تساوي صفر. هذا الحكي يا شباب مستحيل. قلت لكم أنا دائما الاقتران الأس الطبيعي هو اقتران موجب مش بس لا يساوي صفر هو دائما أكبر من صفر. فبالتالي هون ضل عندنا المعادلة هاي تساوي صفر. هاي معادلة تربيعية بدي أخليها تساوي صفر. قبل ما اخليها تساوي صفر لانه السين تربيع هون معاملها سالب خلينا نضرب بسالب بتصير موجب 2 سين تربيع سالب سين سالب واحد وبتفتح قوسين 2 سين وسين سالب واحد زائد واحد تساوي صفر. ومنها
إما سين تساوي واحد. أو 2 س زائد 1 تساوي صفر، يعني 2 س تساوي سالب 1، يعني س تساوي سالب نص. بنروح لنا هيك يا شباب، بعد ما نروح نعرف قيم س اللي بتخلي قاف فتحة للس تساوي صفر، نروح على خط الأعداد وقلت لك بنروح نعمل ثلاث شغلات. الشغلة الأولى بتحط تحت قيم س، والهدف انت هون انك تدرس إشارة قاف فتحة. ليش؟ عشان تشوف سلوك الإلكترون. قيم س اللي طلعت معانا واحد وسالب نص، دائما الصغير على اليسار والكبير على اليمين. فبالتالي هذول ليش عيناهم؟ لانهم بخلين المشتقه صفر. طب اذا نشوف اشاره قاف فتحه، خلينا نرجع لقاف فتحه. اول قاف فتحه طلعت معانا هيها. هاي قاف فتحه يا شباب متكونه من جزئين، ها قوه ومعادله تربيعيه. ها قوة اقتران أسي، بعد ما أقول لك هو دائما أكبر من صفر، دائما موجب. بالتالي ما دام دائما موجب، الإشارة مش منه، الإشارة من اللي جنبه، الإشارة من المعادلة هاي أو من الاقتران التربيعي، والاقتران التربيعي هو إشارته على اليمين نفس إشارة معادلة س تربيع، على اليسار نفس إشارة معادلة س تربيع، وفي الوسط نفس إشارة عكس إشارة معادلة س تربيع. يعني صار عندنا هون الاقتران متناقص، الاقتران متزايد، الاقتران متناقص. بضل علينا هيك نكتب فترات التزايد والتناقص. من كل قاف السين متزايد على الفترة من سالب نص إلى واحد، ومتناقص على الفترة من سالب ما لا نهائي، ودائما قلت لك السالب ما لا نهائي والما لا نهائي برا الفترة، والفترة الثانية اللي متناقص عليها من واحد إلى موجب ما لا نهائي. أي سؤال يا شباب بالنسبة للسؤال اللي بين إيدينا؟ سامر شكله عندك سؤال. أي سؤال؟ لا لا. طيب ممتاز. بلال تفضل يا بلال ما دامك رافع ايدك. يا الإشارة على خط الأعداد. إشارة على خط الأعداد. أنا برجع لأول مشتقة طلعت معي دائما. هون في عندي أيوه هون. س ناقص س تربيع. ها قوة س ناقص س تربيع. هذا اقتران أسي. طبيعي. في الاقتران الأسي الطبيعي دائما دائما هو موجب. ليش؟ انا عندي ها، شو هي ها؟ ها 2.7 وراها ارقام، يعني عدد موجب، عدد موجب ارفعه لقوه، مستحيل يصير غير موجب. فبالتالي انا ضامن انه هذا موجب. بالتالي المشكله وين؟ المشكله بهاي. اذا هاي موجبه، موجب في موجب، موجب. اذا هاي سالبه، موجب في سالب، سالب. بالتالي هاي اللي راح تحدد لك المجال التزايد والتناقص، وبناء عليها حددنا. تمام؟ ممتاز. طيب هيك يا شباب، انا بالنسبه لي في سؤالين مجهز لكم اياهم. سؤال في جيب وجتب، نجرب مع بعض. وفي سؤال تميز بعدين مباشرة لطلاب متميزين. السؤال اللي فيه جاوبتها بدك تعرف بالأول تشتق أغلب اشتقاق على قاعدة السلسلة. طيب
بالعادة قلت لك الجيب وجتهني دائما متصلات، حتى لو الاقتران متصل احط عليه تربيع بضل متصل. وشو في بينهم هون؟ جمع. بالتالي قاف السين متصل لانه جمع متصلين. طب خلينا نوجد المشتقة انا وياك. الجت تربيع هذا اقتران عليه قوه، في الاقتران عليه قوه احنا كيف حفظنا القاعده؟ كنا بننزل القوه اللي هي 2، بنكتب الاقتران زي ما هو بس بنقص من القوه 1، فيش داعي اكتب قوه 1 معروف. وبعدين بعتبر القوه مش موجوده نهائيا وبشتق، لما اعتبر القوه مش موجوده بضل جتا، ومشتقه الجتا سالب جت، خليني اكتب السالب هون والجيب هون، ما هو ضرب. زائد جتا 2 س، هاي جتا 2 س اقتران داخل اقتران، بقينا نقول زي الصندوقين اللي جوا بعض، بنفتح الصندوق الاول، الصندوق اللي جوا بنلمسوش، بضل زي ما هو، بعدين بنفتح الصندوق اللي جوا. هون نشتق الاقتران الخارجي، الجتا، مشتقة الجتا هي عبارة عن سالب ج، مع بقاء الداخل كما هو، 2 س زي ما هو. في مشتقة ما بالداخل، مشتقة ما بالداخل، 2 س مشتقتها 2، خلينا نكتب 2 هون. طيب هيك يا شباب صار في عندنا المشتقة هي سالب 2 جتا س ج س ناقص 2 ج س ج 2 س. دائما قد ما بتقدر تبسط في الاقترانات بتسهل على حالك. في متطابقة المفروض انه كلنا صرنا حافظينها اللي هي 2 ج جتا او 2 جتا ج، هاي بدون السالب اللي برا، هاي لحالها معناتها ج 2 س. وكمل كتابة الالكترون زي ما هو، السالب اللي هو اكتبه، وفي هون سالب 2 ج 2 س بكتبه مع بعض، سالب ج 2 س وسالب 2 ج س، هاي سالب 3 ج 2 س. هيك احنا خلصنا مشتقة. عاد شغلي بسيطة، دائما لما يكون معي فقرة وبدي اشتق، لما اخلص اشتقاق بقول له لازم احط الفقرة مفتوحة، بكتبهم بالاحمر عشان تضلكم منتبهين لها. صفر وبار. ليش فترة مفتوحة؟ قاعدة بتكون المشتقة عند غير موجودة عند أطراف الفترات. طبعا شرحت لكم شو السبب. طيب الخطوة اللي بعدها احنا دائما بنخلي المشتقة صفر، المشتقة صفر يعني سالب 3 ج 2 س تساوي صفر. يعني ج 2 س تساوي صفر. هاي مش ج س، هاي ج 2 س. يعني لازم يكون في عندك براسك فترة وهمية خلينا نسميها. إذا س من صفر لواي 2 س اللي هي الزاوية مضروب هاي باثنين، يعني من صفر لاثنين باي. لو أنا معاي مثلا السؤال الأصلي من صفر لاثنين باي، كان أنا هون لما بصير أدور على الزوايا بصير أدور على زاوية اسمها 2 س قيمتها من صفر لأربعة باي. هاي دائما لأنه هو معطيك السؤال الفترة لس، وانت هون حاليا الزاوية معك 2 س. طيب شو الزاوية اللي جايبها صفر؟ بتكون لي صفر. وشو اخرى بتكون لي؟ البار. وشو اخرى؟ ال 360 اللي هي 2 بار. بس مش هروح اقول له س تساوي صفر وس تساوي باي وس تساوي 2 باي، لا. الزاوية شو الزاوية؟ 2 س، معناته صفر تساوي 2 س، وصفر تساوي باي تساوي 2 س، و2 باي تساوي 2 س. طيب اذا صفر تساوي 2 س، الس لحالها بقديش؟ بصفر. بس انا هاي بديش اخذها، ليش بديش اخذها؟ لانه اذا بتركز انا هون بخرج عن المشتقه والصفر ماله برا المشتقه. اذا 2 باي تساوي 2 س، الس بقديش؟ باي، والباي برضه برا المشتقه، عشان هيك بدي اخذها. شو ضل معي؟ ضل معي باي تساوي 2 س، قسم على 2 بتصير الس تساوي باي على 2. هيك احنا طلعنا قيم س اللي بتخلي المشتقه صفر. بنروح على خط الاعداد وبنقول له يلا تعال نرسم اشاره قاف فتحه للسين، بس تحتنا نعين قيم س. طب يلا عين قيم س. دائما لما في معي فتره بحط اطراف الفتره مفتوحه، لانه المشتقه عندي هيك بكتب هون، لانه المشتقه عندي غير موجوده،
المشتقة عند أطراف الخط غير موجودة، والصغير على اليسار والكبير على اليمين. والقيمة اللي بدنا نعينها هون الباي على 2، ليش باي على 2؟ بتكون لأنها بتخلي المشتقة صفر. طيب خلينا نيجي نعين هون الجيب والجتا، في شيء لهم قواعد، إما أنت بتشغل مخك شوي إذا كان في عندك أرباع، أو بتروح تجرب تعوض. إحنا وين نعوض في المشتقة؟ وين المشتقة؟ هيها سالب 3 جيب 2 سي. خذ لي أي زاوية تحت ال 45، 30 مثلا، 30 2 في 30 60، الزاوية 60 عندهم، ال 60 بأي ربع؟ بتقول لي ال 60 في الربع الأول، والجيب في الربع الأول ماله؟ موجب. لو اضربه بسالب 3 بصير سالب، معناته هاي هون في عندي سالب. طيب خذ لي اي زاويه هون ثانيه، مثلا بدي اخذ لك الزاويه 105. الزاويه 105 انا بدي هون الزاويه 105 هي بين 90 و 180، انا بدي هون جيب 2 سي، جيب 2 في 105 يعني جيب ال 210، حتى لو مش حافظ، طبعا احنا حافظينها، بس حتى لو مش حافظينها، ال 210 بتقول لي باي ربع؟ بقول لك بالربع الثالث، لانها اكثر من 180، والربع الثالث الجيب ماله؟ الجيب سالب. لو اضربه بسالب شو بصير؟ بصير موجب. معناته انا هون عندي في اقتران متزايد، وهون نفس الاقتران في الجزء هذا بيكون الاقتران متناقض. بضل علينا نكتب فترات التزايد والتناقص. نقول قاب السي متناقص على الفترة هون، تكتب من صفر لباي على 2. الباي على 2 مش مختلفين عليها ضمن الفترة، والصفر في مشكلة عند بعض الطلاب بحط الفترة مفتوحة عندها، لا هون الفترة مغلقة. بدك تقول لي ليش مغلقة وانت حاطط الدائرة مفتوحة وانت هون حطيتها من عندها مفتوحة؟ بقول لك أنا هون قاعد بخرج عن قاب السي، بطلع على قاف السين بالسؤال، إذا معرفة عنده بحطها هون مغلق، إذا مش معرفة عندها بحطها مفتوحة، لأني أنا لما بدي أحكم على التزايد والتناقص برجع على قاف السين. فإذا السؤال حطها مفتوحة بكتبها مفتوحة، السؤال كتبها مغلقة بكتب مغلق. ومتزايد على الفترة من باي على 2 إلى باي. وبرضه الباي نفس القصة، إذا مغلقة في السؤال الأصلي بنحطها مغلقة، مفتوحة في السؤال الأصلي بنحطها مفتوحة. تمام هيك يا شباب؟ بشار رافع إيدك، تفضل. أستاذ الجيب مش سامع. الجيب بالربع الأول والربع الثاني موجب، يعني أنت هون حطيت بين الاثنين والصفر. بس هون قول لي هذا ربع ثاني، قول لي هون ربع ثاني، أنا زاويتي اسمها 2 سين، قلت لك في عندي أنا هون إشي وهمي. في عندي فترة وهمية بدك تعتبرها. يعني أنت لما بدك تحكم إني أنا هون بأي ربع، تيجي تقول لي أنا هون مثلا بدي آخذ الزاوية 100، 2 في 100 صارت الزاوية اللي جوا الجيب 200، 200 بأي ربع؟ ربع ثالث. خلص وصلت. أو بتجرب أرقام، إذا مش عاجبك تروح جرب أرقام. تمام؟ غيره، عبد الله تفضل. طيب انا النقطة مش فاهمها، اللي اخرش على اليمين يشوف على اليمين، لا على اليمين، على اليمين هون. طيب ممتاز، هو عندي عكسي. طيب طلع عبد الله، انا في عندي سالب 3 جيب 2 سي تساوي صفر، هذه منين جبتها؟ لان انا دائما بدي اقول لك المشتقه تساوي صفر، المشتقه تساوي صفر، يعني سالب 3 جيب 2 تساوي صفر. السالب 3 هذا عدد، يعني الجيب لحاله صفر. وانت الجيب صفر هذا تبقى حافظها، الجيب صفر بثلاث حالات، عند الصفر والباي واثنين باي، هذول انا بخرف عن الزاويه العاديه المحصوره بين الصفر واثنين باي، صفر او باي او اثنين باي، اني اللي تساوي صفر اللي هذه الحالات الزاويه. طب انا زاويتي ما اسمهاش سين، استعجلش، اسمها 2 سين، فبقول له 2 سين تساوي صفر، و2 سين تساوي باي، و2 سين تساوي 2 باي. ليش هذول الثلاث؟ لانه هذول الثلاث جيبهن صفر. انا بهمنيش 2 سين، انا كل هدفي اطلع سين، يعني بقسم على 2، بقسم على 2، بقسم على 2. الصفر لما اقسمه على 2 الجواب صفر، بس الصفر في المشتقه برا فتره، هي كانت الفتره مفتوحه هون، واذا الفتره مفتوحه معناته برا الفتره، برا الفتره يعني برا. تعال تحل،
2 باي تساوي 2 سين، قسم على 2 على 2 بتصير السين تساوي باي، واذا السين تساوي باي طب هين باي برضه عندي هون برا الفتره يعني بتلزمنيش هاد، هني ظلت هاد، قسم على 2 على 2 شو بتصير السين تساوي باي على 2، و2 مع 2 ما هي هون راحت صارت سين تساوي باي على 2، الوحيد اللي بدنا نقبلها السين تساوي باي على 2 لانها تنتمي للفتره اللي معانا. واضحه عبد الله؟ واضح واضح خلص ممتاز. طيب خلينا هيك يا شباب نروح على اخر سؤال، اخر مثال معانا. هذا المثال انا مش راح احله، راح اعطيك فكره بسيطه عنه وانت بدك تحله. السؤال في فكره، سؤال للصناعي، سؤال تميز يعتبر لطالب صناعي، قال لي جد فترات التزايد والتناقص للاقتران التالي المعرف على الفتره. طبعا دائما اذا في معي اقتران نسبي بروح استثني اصفار المقام، بس هون ما في اصفار للمقام. ليه؟ لانه 2 زائد جتا س هاي لو بدي اياها تساوي صفر، خلينا نجي انا وياك نكتب هيك شوي، 2 زائد جتا س تساوي صفر اللي هو المقام يعني. ودي 2 على الطرف الثاني تصير جتا س تساوي سالب 2. والجتا عمره ما بيساوي سالب 2، دائما الجتا والجيب محصورات بين السالب 1 والواحد، فبالتالي هذا القرار مستحيل، مستحيل يعني ما في اصفار للمقام. طيب الاتصال، هذا الاتصال متصل، ليه؟ كل اقتران نسبي، البسط لحاله متصل، المقام لحاله متصل، والمقام لا يساوي صفر، انسانة من الاتصال. انا بهمني بالاشتقاق، في طلاب ببلش سنه وهو يشتق هون، بيشتق على قاعده القسم مباشره وبغلب حاله. هون في طريقة، فكرة بسيطة جدا ممكن تروح تبسط حالك فيها الاقتران. تعال في هون س وفي هون س والجهتين سالب. تعال أنا وياك نطلع سالب س عامل مشترك. نطلع سالب س عامل مشترك. شو بضل؟ بتقول لي طلع السالب وطلعت الس، ضلت 2. طلع السالب وطلعت س ضل الجتا، الجتا ضلت بس مو شكل جتا هيك لحالها، لازم اكتب الاشاره، الاشاره تبعتها هون. والمقام 2 زائد جتا س، هذا مقام للكل ما دام في جمع وفرق، يعني مقام لهي لحال ومقام لهي لحال. وهون صار في عندك اختصار بين 2 زائد جتا س و2 زائد جتا س، شو صار الاقتران؟ صار الاقتران 4 جيب س على 2 زائد جتا س، هاي لما تشتق على القسمه ناقص س لما تشتقها بتصير مشتقتها 1، وبعدها بتروح تكمل تزايد وتناقص لك. هذا السؤال خذ له لقطه شاشه، وهذا السؤال واجب معك بتضيفه عندك عشان يشوف بعدين الناقش في الحصه اللي بعدها بدنا نناقش حل، بس حاول جرب فيه لحالك. هذا السؤال خذ له لقطه شاشه مع التبسيط اللي كتبت لك اياه هون على اساس تروح تشوفه لحالك. تمام يا شباب؟ تمام. اي سؤال او استفسار على حصه اليوم قبل ما ننهي؟ الله يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك. يعطيك العافيه. تفضل. يعطيك العافيه استاذ خالد. الله يعافيك يا ست رايس. استاذ بدنا نوجه حكينا للست سلام الطاهر، اذا بتسمح لنا تسمع لنا. هسه بنشوف اذا موجوده ولا لا، بس خلي الست رائده تحكي. تفضلي ست رائده. لا ما اعتقد غادرت. يعطيكم العافيه وشكرا لكم، شكرا لك استاذ خالد، شكرا لك. الله يعافيك، الله يعافيك ست رائده، الله يعافيك ويعطيكم العافيه جميعا. الله بزيل هالغمه ونرجع على مدارسنا، واتمنى سنة خير للجميع. شكرا لكم. امين، سنة خير على الجميع ان شاء الله، وبالصحة وبالسلامة للجميع، الله يحفظنا جميعا. إيه نشوف بس اذا موجودة بشار ولا يمكن انشغلت، كانت موجودة في البداية هي. اي واحد من المسؤولين يسمعنا بس احنا نقدم فكرة طلاب طاقة. اي واحد من المسؤولين؟ تفضل استاذ حمزة. يعطيك الف عافية استاذ خالد، يعني ما شاء الله نصلي على النبي، بتمنى لك دائما التوفيق والابداعات هاي كلياتها، وما شاء الله يعني الوضع بكى كثير، انا صراحه مبسوط منه كثير، بتمنى لك ان شاء الله التوفيق وشكرا لك صراحه. وهي يعني فكره صحيحه كثير رائعه جدا،
بس المشكلة إنها داخل المنزل ما بتزبطش بهاي الطريقة، لأن ما عندناش كل واحد لوح لوح تفاعلي. ففي كراء صحيح من أنا هاي من أحسن ومن أروع الأساس اللي أنا حضرتها صراحة يعني. الله يعطيك، الله يسعدك أستاذ حمزة. في الفكرة اللي عرضتك اللي كنت عرضها قبل، هاي الستاند الخشبي هذا مثبت برضو، هاي إشياء برضو رائع جدا. صحيح. أنا صراحة بشكرك عليه. صحيح. الله يعطيك ألف عافية. الله يسعدك يا رب، الله يخليك. إيه بشار، هسه بشوف مين موجود معانا، إذا في مجال تسمع صوتك. طلع شايف في هون واحد اسمه صالح، يحكي معه بفيدك. سامعني ولا لا؟ سامعك، يحكي معه. أستاذ، إحنا كطلاب طاقة كل سنين مرات بكو يطلعوا يجربوا عملي ويشتغلوا على الألواح الشمسية وترتيب النظام الشمسي بإيديهم أحسن من إنهم يشوفوه عنا بالمدرسة، فهم بيستفيدوا أكثر وبيفهموا أحسن وبيقدموا مستوى أحسن عشان يفوتوا على الجامعة مأهلين، يعني إنه بشكل أحسن من إنه نشوف عنا بالمشغل بس. فنتمنى إنه يسمحوا لنا نطلع نرتب أنظمة مع الأستاذ رائد في مشاريع بجنين مع التزامنا بجميع تعليمات السلامة عشان فيروس كورونا، إذا بسمحوا لنا. بعرفش شو بقولوا. شكله احنا ممكن نلتقي للمديرة وان شاء الله انه خير. خلاص تمام، هاي ست رائد ردت عليك وبيرفعوهم للمديرة، واذا انتم بدكم تبقوا تكتبوا كتاب انه تطلبوا فيه بيصير، مش غلط، بتوصلوه بشكل رسمي، فيش اي مشكلة. بفضل تتواصلوا مع مديركم من خلال مديرك وترفعوا كتاب رسمي. انا رسمي بس عادة الخطي مجدي اكثر. بالضبط بالضبط، مثل ما حكيت لكم الست رائدة، اكتبوا كتاب رسمي وقعوا عليه وارفعوا عن طريق المدير مثلا، مش تروحوا برضو ترفعوا لحالكم، ترفعوا عن طريق المدير وبتخرقوا مع مهندسكم، بخلوا مهندسكم يوقع عليه كمان وبعدين ترفعوا عن طريق المدير، وقتها بيوصل بشكل رسمي 100%. ان شاء الله خير. ان شاء الله. يعطيكم الف عافية شباب جميعا، ويعطيكم العافية الزملاء في قسم الإشراف، اتشرفت. يعطيك العافية. الله يعافيكم يا رب، موفقين يا شباب.